ايه ده؟ القطر عامل كده ليه؟ كان عاجبك ايه البلطجه دي؟ بس يا ابراهيم سيب ماما في حالها، ماما متضايقه دلوقتي، بعدين الاكل حلو يا ماما قوي. يا بنت الرز كله بيقرش، كله تراب، انتوا جايبينه بقى ده اللي عندنا، اللي عاجبه الكحل يتكحل واللي مش عاجبه يرحل. انت بتكرشيني من البيت؟ انا اللي هرحل، انا خلاص ما بقتش طايقه حد وما بقتش طايقه نفسي. استني يا ماما بس، راحه فين يا ماما؟ اسكتي يا حورية، محدش له دعوه بيا، انا خلاص تعبت وزهقت وطقت، مش عارفه اعمل ايه عشان اخلي المركب دي تمشي وانتوا حاطين ايديكم في الميه البارده كان كل حاجه ماشيه عادي. قسما بالله العظيم اللي ما هيقف جنبي وجنب نفسه ما هقف جنبه، انا مش مربي تنابله. عجبك كده؟ ما هي واخده الكرسي اهي، يعني نازله تقعد مع الزوك عشان تفك عن نفسها شويه وتلعب لها 10 طاوله، لازمتها ايه الثوره دي بقى؟ ما انت السبب في الكلام اللي زي السم اللي سمعناه ده، يا اخي الاكل وقع منها في الشارع وانت من الصبح عمال تتعوج. بنت انتي اتكلمي كويس، مش هي تزعلي وانت هتفوقي عليا؟ فوقي يا اخي. اوعى كده. ده ايه ده؟ بيض؟ يلا يا ابن الكلب يا سافل، النمرة غلط يا بسكليتة.